إنجاز آثاري جديد في مدينة الموصل كان ثمرة لعمليات تنقيب لمفتشية آثار وتراث نينوى تحت جامع النوري الذي يعد أحد معالم المدينة، حيث تم اكتشاف أرضيات مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر، اكتشاف جديد يضفي أهمية أخرى للمدينة وجامعها العتيق. تم العثور على الأرضية الأصلية للجامع، وهي أوسع من الأرضية اللي تم صيانتها في أربعينيات القرن الماضي والمشيدة حاليا، وتم العثور أيضا على محلات للوضوء. قامت كوادر مفتشية آثار وتراث نينوى بالبدء بأعمال الحفريات فيما يخص المصلى من الربع الأخير للسنة سنة 2020. أهمية هذا الاكتشاف كونه استظهر الأرض الأصلية أو المنسوب الأصلي لمجمع المسجد النوري. وتكمن أهمية هذا الاكتشاف بأنه يسمح بمعرفة امتدادات جامع النوري والمصلى القديم، فضلاً عن اكتشاف محلات الوضوء، مما سيزيد من أهمية هذا الموقع التاريخي والآثاري ليس للموصل فقط وإنما للعراق ككل. هذا من الاكتشافات المهمة، خاصة وأنه بسواعد عراقية. الكادر اللي اشتغل هنا كله هو من خريجي كلية الآثار ومن مفتشية آثار وتراث نينوى، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز لكل العراقيين مو فقط للمحافظة، إضافة إلى أنه هذا الجامع أو الاكتشاف يعطي عمق أكبر للجامع. تزامن هذا الاكتشاف المهم مع احتفالية في الموصل أقامتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ركزت فيها على الآثار التاريخية وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها في مبادرة لليونسكو لإحياء روح الموصل وإعادة إعمار جامع النوري الذي يعد معلما تذكاريا يقف شاهدا على الدور الذي اطلعت به مدينة الموصل بوصفها ملتقى للثقافات عبر التاريخ.